كيفية ترتيب الأولويات مع وجود كثرة الأهداف؟ يعني خلنا نقول مثلاً عندك هدف في 2021 إنك تفتحين مشروع، وإنك تتوظفين، وإنك تسافرين، وإنك تبنين بيت، وإنك تشترين مثلاً سيارة، وإنك وبعدين تقولين أوكي خليني الآن برتب الأولويات، بحط 1 2 3. أنا ما أبغى ترتيب أولويات، أنا أبغاك تحذفينهم. أبغاك تحذفينهم، ما أبغى الزحمة هذه والإزعاج هذا، أبغاك تحذفينهم، أبغاك تستمتعين بالطريق، أبغاك تخفضين الإزعاج والفوضى. خلاص خذي المهم واترك الأشياء الثانية، خذي المهم ورقم 1 ورقم 2 واترك الأشياء الثانية، ما هي مهمة، مش مهمة. وهذا اللي بيصير الطريقة المستقبلية اللي احنا راح نعيش فيها، وراح تشوفونها في 2021، وشفتوها في 2020، شفتوا كثير من الأشياء صارت إكس تكنسلت، ما عاد هي مهمة، ثانوية، ما عاد هي مهمة. فنفس الشيء، هذا نفس الشيء راح تكتشفين في كثير أشياء خلاص مو مهم، مو مهم، مو مهم، نأجلها السنة اللي بعده عاد تضبط، ما تضبط مهما هو هذا وقتها، السنة هذه مثلا بفتح مشروع، ممتاز، ركز 100% على مشروعي، ركز 100% على مشروعي، مشروعي وماشي واستمتع في رحلتي هذه. ضبط المشروع، السنة اللي بعدها عاد أجيب السيارة وأبني البيت و طبعا خليني أذكرك إنه الناس تختلف في قدراتها على تحمل الهدف، إنها تحتمل هدف 1 أو 2 أو 3 أهداف أو 4 أهداف أو 5 أهداف. لكن أنا أعتقد إنه إحنا أيضا في مرحلة، ما أعتقد إنه في أهداف كثيرة ممكن إنها تحتمل، ما أعتقد، يعني ما أعتقد إنك أنت بتصفين يعني 10 أهداف وتسوينها كاملة، إلا إذا كانت أشياء صغيرة مرة صغيرة مرة صغيرة، لكن نتكلم عن أشياء مهمة ما أعتقد. نوايا الفرد في 2021 راح تكون أقوى ولا نوايا الجماعة؟ هو التجربة الأرضية قائمة على الموازنة ما بين هذه وهذه، قائمة ما بين الموازنة على أنه أنت يكون لك نيتك الفردية ونوايا الجماعية، فبالتالي إحنا في الكفتين هذه، نروح ونرجع، نروح ونرجع ما بينهم. لكن اللي أبغى أذكركم كلكم عليه أنه التفرد كثير حاضر في 2021، التفرد كثير حاضر، كثير حاضر، والأشخاص اللي نواياهم مميزة وقوية راح يكون لهم تأثير على الجماعات، كثير كثير راح يكون لهم أثر. يعني هل من الخطأ العيش دون أهداف؟ خليني أقول لك، في شخص قاعد يشتغل على أهدافه من 10 سنوات ولا هدف من الأهداف تحقق، من 10 سنوات أو 20 سنة ولا واحد من هذه الأهداف تحققت، فهو قرر الآن أنه خلص طز في كل هذه الأهداف، ما أبغاها، حطيتها، كتبتها، سويت مديتيشن، اشتغلت، ركضت، اجتهدت، قطعت قلبي، ما وصلت النتيجة، ما وصلت. فالآن أنا جاي أسألكم، يعني هل من الخطأ أني الآن أقرر أني أعيش بدون هدف؟ هل هذا خطأ؟ هل هذا خطأ أني أنا أقول خلاص ما أبغى أسوي أهداف؟ أبغى أقول إذا أنتي أو أنت لك 20 سنة قاعد تركض وراء أهداف ما تحققت، لا مو خطأ، مو خطأ، لأنه أنت مشيت في طريق خطأ وبعدت كثير عن المخرج، يعني أنت أخذت إجزت خطأ من 20 سنة ومشيت بعيد 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 بعيد، وأنت الآن في وسط الصحراء، فأنت الآن في
وسط الصحراء تقولي هل خطأ اني يعني افكر اني ما حطها؟ اقولك لا لا مو خطأ، انت اصلا انت اصلا تحتاج انك ايش تقعد تاخذ نفس عميق وتركز كذا، تركز كذا ايش بس كذا، ابغاك ايش تلف وجهك يمين ويسار تنتبه انت وين صرت، وين صرت، وين صرت بعد 20 سنة تركض ورا الاهداف، وين صرت؟ لان اللي بيجعلك تستيقظ هو هذه لحظة انك تقعد شوية وتاخذ نفس وتتأمل، مو اللي راح يجعلك تستيقظ انك تقول يلا اكزت ثاني خليني اطلع. احنا شلون نطلعك من وسط الصحراء اصلا؟ انت رحت بعيد بعيد. لكن والله مثلا تقول والله انا يعني انا اشتغل على اهدافي وبعض اهدافي تحقق وبعض اهدافي ما تحقق، اغلب اهدافي تحققت بس هدف واحد ما تحقق. طيب شو رايكم اغير طريقة الحياة؟ شو رايك يا دكتورة؟ ها تقترحين علي بانه 2021 سنة مختلفة وكذا، خليني اغير طريقة الحياة واقعد يعني بدون اهداف، شو رايك ما هي فكرة جيدة؟ هيك والله انا ما اشوف انها فكرة جيدة صراحة. شو تقعد تسوي؟ وش بتسوي يعني؟ يعني اوكي تقعد تستمتع يوم يومين ثلاث ايام اربع ايام شهر شهرين ثلاث شهور اربع شهور، اوكي بعدين بتمل من المتعة، حتى المتعة بتمل منها خلاص، تبغى شيء ثاني يعني يثير فيك العمارة انك انت تغير، انك انت تصنع شيء، انك انت تحقق شيء. هذه موجودة هذه جاية مع التجربة الأرضية، فكرة العمارة انك انت تنجز تحقق وتسوي. لكن في اشخاص مثلا يمرون بصدمات يبغون ياخذون نفس، اقول لهم اوكي انتظر. في شخص ضايع وسط الصحراء صار له 20 سنة مضيع الطريق تماما، اقول اوكي وقف يا اخي تلفت شوف الطريق يعني ضبط الامور. يعني اول تحتاج انك انت تعرف موقعك من الاعراب قبل ما تحط الاهداف. لكن شخص ماشي بطريقة طبيعية لا، المفروض ان احنا طوال الوقت عندنا اهداف نشتغل عليها، هذا هو المفروض، هذا اللي انا اشوفه انه المفروض عندنا اهداف نشتغل عليها. قد تكون اهدافنا مادية، قد تكون اهدافنا فكرية، قد تكون اهدافنا مشاعرية، ايا كانت اهدافنا، قد تكون اهدافنا صغيرة وبسيطة وعلى قدنا، يعني ابغى التزم برياضة مثلا 3 مرات في الاسبوع، هذا هدف انه انا معها مشاعر معينة، معها فكرة معينة، معها طاقة معينة، معها وعي جمعي معين. في مرات يكون اكبر شوي، انا ابغى مثلا اربي ابنائي، يعني ها اكبر مني شوي تعدت اكثر من شخص هدف هذا شغل مثلا. في شخص لا والله مدير في وزارة، مدير في مشروع، والله يبغى ينظم هذا العمل، هدف اكبر. في اشخاص اهدافهم اكبر وهكذا. لكن اني انا انسحب من كل الحياة كذا بدون ما يكون في مبرر لهذا الشيء او تفسير لهذا الشيء، اعتقد اني اتخوف من هذه الفكرة، اتخوف من هذه الفكرة. الشخص اللي ما عمره كتب اهداف، هذا بالذات الشخص اللي ما عمره كتب اهداف ما عمره ركز على ما، هذا بالذات انت المقصود. انا اليوم رسالتي لك اقول لك اذا ما سبق مسكت ورقة وقلم فقد بلغت الان، ها وصلك البلاغ، الان عرفت اهمية هذا الامر، وعرفت انه ضروري انك تبدأ طريقك وتكتب هدفك تحط النية. هذولا بالذات يعني توصية اضافية عليهم انهم ضروري يبدأون، ضروري. لانه كم مرة سمعت أحد يقولك اكتب أهدافك، أنا كتبت أهدافي لازم تحقق أهدافك، وأنت قاعد تتفرج يا أخي جيتك رسالة مرتين ثلاثة أربعة، إلى متى؟ خلاص أنت بالذات لازم تمسك ورقة وقلم وتكتب. دكتورة هل اللي وصلتي له كان سهل وكنتي حاطة أهداف ونوايا؟ أنا شخصياً طوال الوقت، طوال من يوم كنت مراهقة وأنا أكتب أهدافي. ليش؟ لأني قريت كتاب وقال اكتبوا أهدافكم، مرة الموضوع بسيط، أو حضرت دورة
قال اكتبوا اهدافكم. بدأت اكتب بكل بساطة. هل كلها تحققت؟ لا ما كلها تحققت، بس لما اقارن نفسي بالاشخاص الاخرين اعتبر انه اهدافي تحققت. لما اقارن نفسي بغالبية الناس اعتبر انه معناها انا قاعدة اجيب نتيجة. معناها لما اكتب هدفي وافكر فيه واحط النية واركز النية واشتغل كل هالشغل معناها انا قاعدة اجيب نتيجة. فعشان كذا انا اؤيد الفكرة ومؤمنة فيها واشوف انها تشتغل، واشوف اني يعني في كل مرة اطبقها قاعدة تشتغل قاعدة تعطي نتيجة. ليش اتراجع عنها؟ لما تكون انت جربت شيء لعشرات السنين واشتغل معاك قاعد يوصلك لشيء، ليش اتراجع؟ انا كل سنة اكتب اهدافي وكل سنة اسوي مديتيشن رأس السنة واطلق النوايا. هل كلها تتحقق؟ في سنوات كلها تحققت. طبعا انا انساها، احطها في ورقة كذا وبعدين خلاص ما عاد اشوفها ولا عاد يعني اتذكرها. يعني الاشياء الاساسية تكون موجودة في راسي اني انا بمشي فيها، او اشياء فيها خطة مثلا معينة خصوصا مرتبطة بالعمل. وبعدين نهاية السنة افتح الورقة واشوف اشوف المفاجآت، شو سويت؟ صار ولا ما صار؟ اشتغل الموضوع ولا ما اشتغل الموضوع؟ وبعدين كثير من الاحيان اصير اتفاجأ وشلون الموضوع هذا لف 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 وطلع بطريقة معينة، او لف 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 وتحول لشكل ثاني او طريقة ثانية. لانه انت لما تحط الهدف، هو هذه أؤمن فيها تماما، ان الهدف يا يتحقق يا تبدأ رسائل. وصحيح انها مرات مؤلمة، بس على الاقل انها تحرك الجو يا جماعة، تحرك الجو. يعني مثلا كون اني اقول مثلا انا انوي الثراء، اوكي بيجي النصابين، صحيح انها رسائل واختبارات، لكن على الاقل قربنا، على الاقل سوينا حركة، على الاقل بدينا نفهم الموضوع، بدينا نفهم الاجواء، بدينا ندخل في الجو، ندخل في الطاقة. اوكي ما جاء الثراء 2021، بس فهمت ثلاثة دروس مثلا من دروس الثراء، ممتاز برافو، دخلت في الطاقة، دخلت في الجو. اوكي السنة اللي بعدها خلني احط هدف الثراء، نشوف شو الرسائل اللي تجي. فهذه فكرتي انه انا احط الاهداف هذه، جت ما جت، جت رسائلها اللي تعدلك الطريق طول الوقت. ممكن يتعدل اليوم، يتعدل بكرة، يتعدل بعد سنة، يتعدل بعد سنتين. اما سالفة سهل، كلمة سهل يعني قد ما تكون الكلمة الصحيحة. انا اقول انه كل شيء يحتاج الى جهد، قد ما يكون جهد عظيم، بعض الاشياء تحتاج الى جهد عظيم، بعض الاشياء تحتاج الى جهد متوسط، بعض الاشياء تحتاج الى جهد بسيط. يعني لما اتذكر بعض المراحل اللي مريت فيها والاهداف اللي مريت فيها، بذلت فيها جهد عظيم جدا. التدريس في الجامعة بذلت فيه جهد يعني صعب ومؤلم، وعندي قصص كثيرة على الموضوع هذا. كثير كان يعني حطيت طاقة كثيرة في هذا الهدف. صحيح وصلت الهدف وسويت الهدف وحسيت فيه وشعرت فيه وحققته. في أهداف كانت متوسطة، يعني تحتاج إلى جهد معين أو تحتاج إلى جهد متوسط خلنا نقول. يعني مثلا لما أتذكر رسالة الماجستير، أعتقد أن جهدها متوسط مثلا، وإن كان أيضا ظهر فيها صعوبات ومات المشرف الله يغفر له ويرحمه، وصار فيه مشاكل في أوراقي وصار كثير قصص يعني، بس الطاقة اللي حطيتها أقدر أقول أنها كانت متوسطة، يعني ما كانت يعني كثير، يعني كثير طاقة. يعني في أشياء مثلا على مستوى حياتي، مثلا خصوصا الأشياء المرتبطة بالصحة، كثير حطيت عليها طاقة، كثير كثير كثير، وأوصل للهدف يعني بكثير صعوبة، لأن عندي اختبارات صحية كثيرة في الحياة، كثير عندي اختبارات صحية، فكثير أحط طاقة لهذا الموضوع، كثير أنتبه، كثير ألاحظ، كثير أغير وأبدل. أنا قارئة ناهمة في المجال الصحي، كثير مهتمة، كثير أقرأ، وكثير ألاحظ، كثير أراقب، كثير أشتغل على المشاعر الصحية.
فعندي ما اقدر اقول سهل، لا مو سهل، من اصعب الاشياء في حياتي في مجال الصحه والاهداف الصحيه. فتختلف في اشياء كذا تلقاها سهله، يعني احتمالي الافضل اللي هو احتمال التدريب انا اعتبر انها كان سهل ومع الوقت قاعد يصير اصعب. الان عندي تحديات اكثر، يعني تحديات مع الشهرة ما هي سهلة. كثير من الناس يعتقدون ان الموضوع بسيط، اطلع تتكلم عن اي موضوع وكذا، يعني لا. ايضا يعني الصعوبة الان المرتبطة في انه الشخص لازم يكون مبدع، ما تقدر تتكلم عن موضوع 100 شخص متكلم عنه، ما تقدر، لازم تجيب موضوع جديد، تفكر بعمق، تسوي تأملات. يعني يمكن تلاحظون اني مرات انا انقطع عنكم، انا احتاج الى اني انقطع عن كل الحياة. ترى في كثير ناس ما يعرفون هذا الشيء ولا يفهمون المستوى اللي احنا نوصل فيه عشان نجيب افكار، عشان ننتج، عشان نبدع. الموضوع مو بسيط. يمكن اول ما بديت كان الموضوع بسيط لانه الساحة ما كان فيها كثير ناس، ولا كان فيه، يعني كانت الناس تفرح بالاشياء البسيطة. كانت الناس زمان يعني تكلمهم عن أي موضوع يعني كثير يفرحون فيه، تكلمهم عن أي موضوع بسيط، بموضوعات تطوير الذات. لكن الآن لا، لازم تطور من نفسك، تجيب لي موضوع موجود في كتاب، موجود في أي مكان، موجود كذا، ما يصير. لازم الموضوع يكون أعمق من كل الموجود في الساحة. يعني أنا لو ما كل يوم وكل مرة اقعد وانتج واطلع شيء جديد وافكر شيء، كان برا الساحه من زمان. لان يعني فاقول هذا كان بالنسبه لي سهل، لكن الان مو سهل انك تتواجد في هالمجال، ومو سهل انه حتى يعني تكسب فلوس، مو سهل، ومو سهل انه انت تكسب ناس تثق فيك، مو سهل. لأن الناس تحاكمك طوال الوقت على كلامك، على أفكارك، على شيء اللي قلته، شيء اللي ما قلته، قلت كذا وما قلت كذا، وقلت كذا وقلت كذا، وفلان قال كذا، وأنت وش رأيك، وأنت وش قصدك، وما أعرف إيش. موضوع يعني كثير كثير صار معقد بالنسبة لي وصعب. لكن أرجع وأقول الفكرة الرئيسية إنه أنا أحط هدف ويشتغل ويتحقق، نعم يشتغل. لذلك أنا أقول لكل الناس حتى الأشخاص اللي أحبهم، أقول لهم حطوا أهدافكم، اكتبوا أهدافكم، ما دام الموضوع يشتغل اكتب واشتغل عليها. ماذا لو كان انك تحط نية وتكتب هدف يضمن لك خلنا نقول 80% من الهدف يتحقق؟ ماذا لو؟ طب خلني اجرب، يمكن يشتغل الموضوع.